حتى شات جي بي تي مو بعارف مكاننا اليوم. اهم شيء اذا حصلتونا تعالوا واخذوا منا سؤال، وسؤالكم يقول: شيء ان خرج من الماء يحيا واذا دخل في الماء يموت، فكر معانا. اذا طلع من الماء يحيا واذا دخل في الماء يموت، ما هو؟ الملح او السكر. اذا طلع من الماء يحيا واذا فات من الماء يذوب يموت. اذا فات من الماء يموت. الملح مو بالسكر؟ والسكر. بس السكر من وين يطلع؟ من قصب السكر. يعني مو من الماء؟ لا لا، هو من قصب السكر. يعني الاجابه شنو؟ الملح. اكيد 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 اكيد. ضيعتني. السكر من وين يطلع السكر؟ ينزرع. زين. الملح هو الملح هو اللي يطلع من المي. زين. الملح. احنا عندنا اكبر بحر البحر الميت عندنا. زين. يستخرجون منه الملح. زين. فالاجابه الملح. اخي تقول لي مره سكر، تقول لي ملح. عيد السؤال مره ثانيه. انت خربطتني، انت خربطتني، انت لعبت بعدادات عقلي شوي. احنا اردنيه شوي شوي هادي. زين. عراسي. الحين طلع من الماء يحيى، رجع في الماء يموت. طلع من الماء يحيى ورجع للماء يموت. يموت. الملح. السكر. غير. هو بين الملح والسكر. واحد منهم صح. واحد منهم صح. السكر. والله انا خربطت امي بالله. الملح. الملح خلص خلص بظني على راي واحد. الملح حق البيت. ارجوك الملح. الملح ما بتغير؟ ما بغير خلص الملح. لو كانت النتيجة إيش ما كانت؟ كسبنا شوفتك بس. وانت الله يجزاك خير ونقول لك ألف مبروك. إجابة صحيحة. تسلم. تستاهل. تسلم. هاي الإجابة شنو؟ الملح. خلص الملح. سكر. لا الملح خلص خلص إجابة صحيحة. نطقت خلص انتهت القصة. مبروك تستاهل. ربحت معنا جائزة من دمسن المجوهرات، وجائزة من الجزيرة العطور، وجائزة من شوبان للحلويات والتمور، وأيضا جائزة من مركز ماربل الطبي، وجائزة من الميرا المواد الاستهلاكية الفضل. سؤالكم يقول: ما معنى اسم مدينة طرابلس؟ فكر معانا. ما معنى اسم مدينة طرابلس؟ ممكن المدينة الخضراء، المدينة الجميلة. زين. المدينة العالية. زين. المنطقة الساحلية والمنطقة البحرية ممكن. طرابلس هي اسم علم لبلد وعاصمة. معنى كلمة طرابلس؟ الكلمة. المعنى. أيوة. طرا بولس. اسم مركب ممكن. لا معنى. لا معنى. غير صعب صح؟ معنى كلمة طرابلس المدينة، هل هي كلمة يونانية تم تحريفها ولا لها معنى فقط واحد؟ كانت إسبانية. كانت إسبانية. أيوة. فمن الناحية الإسبانية تحرير أو تحرير من العاصمة المستقلة. العاصمة لا. لا. ما تبي تحاول تجرب؟ أفكر بس مش طالع لي ولا جواب منطقي مثلاً. المدينة المتحررة؟ لا. قلتها معدتها. جواب غير منطقي أنا أقول لك. سامع في طرابلس؟ في ليبيا. حلو. وفي لبنان. حلو. إيش معناها عاد هذه؟ ما مرت عليكم المعلومة؟ إن المدن الثلاثي. أيوة. مر عليك المعلومة؟ قلتها. ايش فيك تراجع؟ المدن الثلاث. المدن الثلاث اجابه صحيحه. جزاك الله خير. الف مبروك. الله يحفظك ان شاء الله. مرت عليك المعلومه؟ مرت. نعم. انا قلت ليش متردد عين؟ المدن الثلاث قلت هم اثنين. الف مبروك تستاهل. الله يحفظك ان شاء الله. ربحت معنا جائزه من دمس المجوهرات، وجائزه من الجزيره العطور، ومن شوفان للحلويات والتمور، وايضا جائزه من الميرا المواد الاستهلاكيه، وجائزه من هوم زراس، وجائزه من مركز ماربل الطبي. الف مبروك تستاهل. سؤالكم يقول: ما اسم الغدة التي تقوم بتنقية الدم وتطهيره؟ فكر معانا. هي غدة في جسم الإنسان. أيوة. تقوم تطهير الدم وتغييره، فلتر في جسم الإنسان. كبد. الكبد في الغدة. الرئة. الشبكة اللي بالكبد. اسم الغدة. الشبكة بس لها جانية. المعدة. المعدة عضو. لا لا مو المعدة. مو المعدة. الغدة التي تقوم بتطهير الدم. غدة الترقية؟ لا لا. غدة صراحة ما عندي فكرة. ألف لام ألف ثلاث حروف.
الغدة اللن ايوه اللم اللمعي لا ما في اللمعي اللمسيه لا اللمسيه لا ما في اللمسيه اللم التي تنقي ايوه اللمعي اللمعيه لا ما في اللمعيه الغدة التي تقوم بتطهير الدم ايوه تنقية الدم وتطهيره تنقية الدم وتطهيره الغدة الدرقية الغدة الليمفاوية وين موجودة؟ منطقة في الرأس الفلتر يكون في الرأس؟ أنا مش طبيب علش تقول لي في الرأس معلومة عامة حلل فكر وجاوب ونقول له ألف مبروك إجابة صحيحة يستاهل مبروك ربحت معنا جائزة من دماس المجوهرات وجائزة من جزيرة العطور وأيضا جائزة من شوبان الحلويات والتمور ومن مركز ماربل الطبي وأيضا جائزة من الميرا المواد الاستهلاكية وجائزة من هومز آر أس ألف مبروك أكمل المثل كل طير يشبعه فراغ أبي منكم كلمة واحدة وفكروا معانا كل طير يشبعه فراغ أكمل كل طائر ايه يشبعه ايوه طب سهلها شوي اسهلها شلون يعني اعطيك الكلمه لا اكله غذاء اكله لا طعامه غيرها صيده الربط طيب بعد طب اول حرف حرف واحد ميم ميم كل طير يشبعه ايوه ابي كلمه حبوب الاكل تاعه غير غير لون المي ابي منكم كلمه كلمة وتربحون معانا كل طير يشبعه فراغ مثل أكملوا المثل أكلة؟ لا يشبع؟ لا جايع؟ لا يعني شيء ببطنه يعني؟ لا ال؟ ديدان؟ لا الحمام الميت؟ لا يقول لك السؤال كل طير يشبعه فراغ أبي كلمة واحدة منقارة منقارة انزين حلو نقدر نقول صح؟ بعد في شيء ثاني بحرف الميم مخالبة منقارة أيوة مخالبة لحظة وين اللي قلتيها أول مخالبة إيه مخلابة مخلابة المثل يقول كل طير يشبعه مخلابة ألف مبروك إجابة صحيحة ربحتي معنا جائزة من دماس المجوهرات وجائزة من جزيرة العطور وجائزة من شوبان للحلويات والتمور وأيضا جائزة من هومز آر أس وجائزة من فندق ذا تشيدي وجائزة من الميرا المواد الاستهلاكية ألف مبروك وصلنا حق ختام حلقتنا اليوم إن شاء الله استمتعتوا معنا ما خلصنا للحين مستمرين معاكم وحياكم تعالوا وفكروا معانا